ما يعني تستفسر عن المياه المنازل المضاف إليها مادة الكلور. هذه مادة لا بد منها، لا بد منها، مثل المياه اللي هو نسميها ايش، مستعملة هذه مصفاة مياه تحلية تقصد؟ يعني مادة الكلور شيخ، مادة الكلور في بعض البيوت تضاف إليه مادة الكلور. ما لكن وين تقف في مادة الكلور اللي هو من الخزانات الحكومة اللي تقصد التحلية، ولا المياه اللي موجودة في الليل نحن نضيف هذه المادة؟ لا لا نحن في مادة الكلور. لا هذه طاهر غير مطهر، ما يصح. هو طاهر يعني واحد نجيب هنا مثلا نضرب فيه كلور ويطلع لنا رائحة أو ديتول، هذا طاهر ولكنه غير مطهر، يعني ما ينفع أن نتوضأ به ولا نرفع به الحدث. بس أنا أظن أن المياه المعالجة اللي هو المياه المحلال تسمى مياه تحلية البحار، الماء من البحر اللي يجينا الآن كل البيوت الآن، هذه طاهرة مطهرة لا إشكال فيها، وإن أضيف إليها بعض الكلور لأجل تعقيم لأجل كذا وهي ما ظاهرة أصلا. نعم